أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أن دولة الإمارات قد رسخت لنفسها مكانة مهمة كمركز عالمي رائد لمختلف مجالات الأعمال في قطاع النفط والغاز، وذلك باتباع نهج قائم على الشراكات الاستراتيجية والتعاون الوثيق بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز نمو الاقتصاد الوطني وتنويعه ليشمل الصناعات المتطورة تكنولوجيا والتي تحقق قيمة إضافية تعكس الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية. جاء ذلك خلال حضور سموه جانبا من ملتقى أدنوك للاستثمار في التكرير والبتروكيماويات الذي عقد اليوم في قصر الإمارات بأبو ظبي، وإطلاقه النموذج التفاعلي للمخطط الرئيسي لتوسعة مجمع الرويس الصناعي الذي سيحدث نقلة نوعية في مدينة الرويس ليصبح أكبر مجمع متكامل في موقع واحد على مستوى العالم لعمليات التكرير وصناعة البتروكيماوية. والتقى سمو خلال الحدث عددا من قادة شركات النفط والغاز العالمية المشاركين في الملتقى الذي سجل حضور عدد من الوزراء من البلدان الشقيقة والصديقة وأكثر من 40 رئيسا تنفيذيا وما يزيد عن 800 من كبار مسؤولي وقادة الشركات العالمية في مجالات الطاقة والبتروكيماويات. هذا وأعلنت شركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك اليوم عزمها على استثمار 165 مليار درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة في مجال التكرير والبتروكيماويات. وتستهدف أدنوك من خلال برنامجها للاستثمار والشركات الاستراتيجية زيادة نطاق وحجم منتجاتها ذات القيمة العالية، بالإضافة إلى توفير أكثر من 15,000 فرصة عمل بحلول عام 2025. جاء هذا الإعلان خلال ملتقى أدنوك للاستثمار في التكرير والبتروكيماويات الذي انطلقت أعماله اليوم في أبو ظبي.